دافع ضيافة فريق الأهلي البطولة الإفريقية. صحيح في البطولة عندنا نحرص على الأكل تاع اللعبات، على النوم، على التدريب، وقت التدريب، وقت الراحة، تغيير المناخ. يعني احنا في الجزائر ما زال عندنا الشتاء، البرد لحقنا لهنا، درجة الحرارة راهي تقارب 33 درجة، دونك كاين تغيير في درجة الحرارة، دونك عندنا أمراض في المشاكل، دونك أشياء بسيطة يعني فات تجوزناها في أحسن ظروف الحمد لله. البارح بدينا أول ماتش بالنسبة للفريق بالنادي كونتر تونس، خسرنا مي جو بريبار نزام رانا نوجدوا للماتش الزاوج ان شاء الله فيها خير باذن الله. السلام عليكم. الحمد لله الاوضاع كويسه. لا اول مره نجي، المره الاولى نجي لمصر. بون سا في ان غران بليزير داتر ايسي افيك فو افيك نوتر جروب. بون على لورغانيزاسيون سا سي باس تري بيان الحمد لله. فوالا. السلام عليكم. صافي دو جور يومين وحنا هنايا، اقامه مليحه، كلش مليح، كلش بيان الحمد لله. السلام عليكم. هذه ثالث مره ليا في مصر، والحمد لله لحد الان التنظيم جميل، والاقامه رانا مرتاحين، والبطوله بدات البارح، وحنا كان ماذا بينا نجو لمصر باسكو نتفرجوا بزاف لي فيلم تاع مصر. البلاصه اللي راني حابه نروح ليها شرم الشيخ، مازال ما رحتش ليها. السلام عليكم. اولا انا ثاني مشاركه ليا في البطوله على مستوى مصر، وتنظيم محكم، وفي فرق كثيره مشاركه، وفي مستوى عالي بين الفرق، وان شاء الله نقدر نديروا يعني مباراه جيده على مستوى مصر. احنا في البدايه هلا، يعني الان عندنا هدف انه البطوله الافريقيه ونربح اكثر ماتشات، وثاني هدف اكيد مش هدف، يعني عندنا جهه اخرى انه نتفسح ونطلع، نفسينا كلنا نشوف الاهرامات، نفسينا نروح نهر النيل. السلام عليكم. اول مره اجي لمصر، حلوه عجبتني، عندنا يومين ملي جينا مليحه الدعوه عجبتني.